كلنا نشتاق وكلنا نحب وكلنا ننحب واغلبنا يخون واغلبنا ينخال. هي هاي الدنيا اكو عشق ننتظره، اكو عشق هو ينتظرنا صح، بس في اغلب حياتنا اليوميه، في اغلب حياتنا اليوميه قاعد نشتاق لشخص يا اما موجود يا اما مفقود، ما لقينا وندور حتى نلقاه. هواي اشخاص لقيناهم وللاسف خسرناهم، وخسارتهم كانت كبيره بالنسبه لنا. ولكن مو كل خساره خساره، اكو شخص تخسره تخسر الدنيا وياه صح، واكو شخص تخسره هذا اكبر ربح بالنسبه لك ونفسك. جيت بيومها وطفيت العيون يوم الفرقه حلفت يمرون، عشت عمر وحياتي وما ظنيهم ولا رحموني من بعد اليوم.